فهمتي؟ لأن الشمس راها مهمة جدا، وكذلك باش تشم شوية ديال الهواء، ولكن غير ما تخرجش من الدار، طلع للسطح إلا بغيتي تطلع. قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين؟ قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. قال فاخرج منها فإنك رجيم، وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.